تمر والمصالحة لن تمر المحاسبة استحقاق يا سراق ويا سراق المحاسبة استحقاق يا سراق ويا سراق يا أخو يا رعب والشارع ملك الشعب المصالحة المزعومة يحبوا يسامحوا بها الشركات اللي تصب في أموالها بالوسوسون بالودوز الشركات اللي تخدم في قصر هلال وتلعب وتصدر في عراق الخدامة للبنوك السويسرية والبنوك الإنجليزية والأمريكية واللي تبع في الأخبار شاف الجمعة اللي فاتت تلك المرأة الطويلة الفارعة كريستيان لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أو مديرة صندوق النهب الدولي وهي تعطي أوامرها لحكومة اليمين المضاعف المحاسبة استحقاق يا عصابة السراق المحاسبة استحقاق لا مصالحة لا نفاق الشعب يولي إسقاط الفساد احنا مع استرداد الاموال المنهوبة نحن مع المحاسبة وبكل وضوح ومع استكمال بقية اهداف الثورة ومع طرح القضايا الرئيسية في البلاد ومع طرح الاسئلة اللي يهربوا منها تحت قبة البرلمان وتهرب منها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ولا يجب ان الناس تخاف في 2005 و2006 و2007 و2010 كنا نملأ الشوارع لكن بدست 3 كيان قليلة ما حشتناش ب100,000 واحد في الشارع جايبينهم بالكيران والكسكروتات معارضة النظام وإسقاط الفساد تحتاج رجال ونساء دست قليلة من الأذكياء أفضل من 100,000 من أنصار الحزب الحاكم أو الحزبين الحاكمين سحقاً للرجعية ساترة وإخوانجية سحقاً للرجعية ساترة وإخوانجية ساترة وإخوانجية